نتائج مخيبة للأمل في دوري أبطال آسيا. لجنة الانضباط تحرم النصر من جماهيره لمباراتين وتوقف خالد جلال. ومجلس الشارقة الرياضي يناشد الاتحاد زيادة مخصصات كرة الصالة. للخبر أبعاده وللرأي أصداؤه، وأحداث وقضايا رياضية تحضرك محاور للنقاش. نسعى بوجودكم وتفاعلكم أن نشارك بتجرد ومسؤولية. والرسالة من هنا من أبوظبي، عاصمة الأمل وتمكين الحلم في مناخ آمن جاذب لكل عاشق ومنتمي لهذه الأرض الطيبة. انتهت جولة آسيوية ثانية وما زالت النتائج مخيبة للآمال. الوحدة أفقد جماهيرها السعادة وأبقاها حزينة، سواء هزيمة قاسية بالخمسة خارج أرضه أو بالفشل والخسارة من جديد على أرضه ووسط جماهيره المتعطشة للفرح والأمل. والنتيجة صفر ومركز أخير. الجزيرة هو الآخر، لم يقوى على تكرار الفوز وعاد خاسرا أمام الأهلي السعودي. الوصل هو الآخر، تلقى خسارته الثانية منذ ساعات مع نادي أوزبكي ليس بالأشهر ولا بالأقوى. والعين على أرضه، خسر نقطتين ووصل سلسلة التعادلات في ثاني المحطات. الزعيم اليوم لم يظهر كما اعتدنا منه أو كما انتظرنا أن يكون في أول مواجهاته الأسيوية على ملعبه البنفسجي. تلاحظون أننا أصبحنا نكرر لفظ الخسارة كثيرا، وهي بالتأكيد تعني الفشل، حتى لو كانت أحدى كلمتين هما الأهم في قاموس كرة القدم. بحزن بل نحزن بل نغضب بالتأكيد على أندية تتنافس على قمة بطولة محلية يبدو أنها ستبقى ملاذنا الأول والأخير، طالما أن أهل النخبة بكل نجومهم وإمكانياتهم أصبحوا عاجزين دون سبب مفهوم عن تحقيق نصر داخل أو خارج الحدود ينسب باسم الدولة قبل اسمهم، وهذا لا يليق وغير مقبول. يحدث هذا في وقت يحقق فيه النجم يوسف ميرزا 3 ميداليات ذهبيتين وفضية في أيام معدودة، ويتوج بطلا للقارة في سباق الطريق وسباقات المضمار. رجل من ذهب وحده وبإمكانيات متواضعة لا تقارن بمئات الأضعاف مما يصرف كرويا، يحقق نصرا دوليا كبيرا باسم البلد. يوسف ميرزا، أنت بطل وفخر للدولة، والبطولة تعني الكثير في زمن عزت فيه البطولات وغابت فيه الانتصارات. وللحديث بقية. جولة آسيوية أخرى انقضت والمحصلة لا تزال غير مرضية، فأنديتنا بالطبع تمتلك المزيد من أجل تقديمه آسيويا، فلا تنقصنا إمكانيات أو تجهيزات، فلماذا استمرار التراجع والنتائج السلبية؟
أصحاب السعادة وصيف دوري الخليج العربي حاليا وبطل السوبر لا يزال غير مقنع داخل المستطيل الأخضر مع محصلته الصفرية، فهي حتما غير مرضية لجماهيره والجماهير الإماراتية. فخر أبو ظبي والذي أسعدنا في الجولة الأولى لم يكن مقنعا هو الآخر في الجولة الثانية، وكان بالإمكان أفضل مما كان، وإن كان لا يزال يملك حظوظا قوية للمنافسة والصعود. الإمبراطور الوصلاوي غيابه عن البطولات الآسيوية لعقد من الزمان حتما ليس بعذر أو مبرر للفريق، وهو يمتلك أجانب على أعلى مستوى وكذلك لاعبين مواطنين إلى جانب جهازين فني وإداري، فالآمال معقودة عليهم بظهور مميز أيضا. على مستوى التصنيف فنحن الأفضل آسيويا، إذا ماذا يمنعنا من أن نكون الأفضل أيضا بالنتائج في البطولة الآسيوية؟ حتى وإن كانت للبطولات المحلية لذتها، فإن للبطولات الخارجية حتما لذة أكبر، ففيها تمثيل وتشريف لاسم الوطن الغالي علينا جميعا. لا نتهم الأندية بالتخاذل، ولكننا نتساءل لماذا هذا الظهور المتواضع؟ أليس بالإمكان أفضل مما كان؟ فإننا نتنافس حاليا مع أندية غرب القارة فقط، والتي من المفترض لها أن تكون قريبة من مستويات أنديتنا، فيما لا نواجه فرق الشرق سوى في المباراة النهائية إن نجحنا في الوصول. فألم يأن الأوان لفرحة إماراتية آسيوية جديدة غابت لخمسة عشر عاما. حصلة الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ونتائجنا السلبية فيها، أول الملفات التي أطرحها على طاولة أبوظبي اليوم التي يشاركني فيها كل من عمران محمد ناقد في أبوظبي اليوم. أهلا وسهلا فيك عمران. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وسهيل العريفي ناقد في أبوظبي اليوم، أهلا وسهلا فيك سهيل. أهلا وسهلا. في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لم ينجح أحد، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني جولة، يعني احنا زعلنا على الجوله الماضيه مع ان احنا حصلنا 4 نقاط وكنا يعني مستائين بشكل كبير، والجوله هذه صراحه فاجاتنا، لم ينجح احد ابدا، مع العلم بان الفرق دخلت هذه الجوله بكل قوتها وحاولت انها يعني فنيا ودخلت بالفريق كامل ولم تضحي من بطوله من اجل بطوله، ولكن انا ما اعرف هل هذا فعلا مستوانا الفني؟ هل مستوانا لم يرتقي الى ان نحن ننافس في اسيا؟ احنا دخلنا اليوم بافضل 4 فرق موجوده، ولا مباراه وفقنا فيها يعني، او العين الوحيد اللي تعادل والتعادل يعتبر خساره في ملعبك. في من وجهه نظري ان في يعني اليوم الجوله هذه محزنه صراحه للغايه، يعني ولا نادي قدر ان يسعدنا ولا نادي قدر ان يفرحنا، وكانهم اتفقوا على ان احنا في هذه الجوله ان نتساوى في كل شيء. دخلوا بكامل بكل لعيبتهم، ممكن يعني المباراة العين كانت فارق كبير عن الفريق اللي لعب معه، كان مفروض العين اليوم انه يفوز. الوحدة ممكن الفوارق الفنية ما خدمته، الجزيرة هذا المطب الأصعب هو الأهلي السعودي في مجموعته، الفريقين الباقيين أعتقد أقل من الجزيرة، المفروض الجزيرة بيعديهم. الوصل ما قدر يسوي شيء، فبالتالي أنا أقول لك جولة حزينة صراحة. سهيل تفاجأ، أنت تفاجأت بالمحصلة عمره؟ مو كلها يعني، كمثال اتوقع ان ظهور الوصل او ظهور الانديه الثلاثه ما عدا الجزيره كان سيء لبعد لاقرب كلمه ممكن نقولها على 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 ظهورهم، ان ظهور كان ظهور سيء، ما في اي وصف ثاني ممكن نوصفه. اخف وصف او هذا اخف وصف حتى، يمكن لو نقول وصف ثاني الناس تزعل، لكن انا بتكلم على نقطه ان اللي 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 عايبني في الوضع هذا ان الشارع الرياضي صار طموحه مرات يكون اعلى من طموح الانديه نفسها، وهذا اللي يخلي الانديه اليوم تحت ضغط ان هي تلعب دوري ابطال اسيا من دون ما تفكر في حساباتها الثانيه اذا كانت في بالها حسابات. اليوم ما بقدر اطلع انا اكثر عن تغريدتين قالهم استاذنا في الاعلام
الاستاذ علي سيد الكعبي، قال العين يملك الافضل والكل يدرك ذلك الا زوران، وهذه فيها يعني اسقاط اعتقد ان الكل فاهمه. واليوم تكلم ايضا عن 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 الوصل، وتكلم عن تهيئه الوصل انه ما كانت بالطريقه الصحيحه، وكنا نتفق على تهيئه الوصل انه بالفعل الوصل يعني لو سامع اقدم لك اي حجه للخساره ممكن اقنع فيها الشارع، لكن ما بقنع فيها نفسي ولا بكون صادق مع نفسي. اليوم لما نتكلم عن تهيئه الوصل، وان الوصل تغرب عن بطوله دوري ابطال اسيا 10 سنوات وابتعد عنها، وهذه ما حصل فيها الخبرات الكبيره، لكن مش نساف اللي يغلبنا. يعني فارق الامكانيات وفارق التهيئه وفارق امور كثيره ما بينه وما بين الدوري الاوزبكي، يخليك حتى الفريق اللي عمره ما لعب دوري ابطال اسيا يقدر يهزم نساف. ولا 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 بنيه كور، اعتقد ان الكور الغلب الوحده، ولا بنيه كور هو الفريق اللي يهزم الوحده بالخمسه، يا ريت واحد او اثنين. احنا اللي نتذكره من بدات اوزبكستان تلعب في اسيا على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه، نروح هناك نغلبهم ونرجع. الاولمبي الشباب الاول وحتى الفرق الثانيه، الجزيره كان في أسوأ مواسمه يروح يلعب يهزم بنيه كور ويرجع بالاربعه تتذكرون. يعني اليوم صار نصاف يهزم ثالث الدوري، وبنيه كور يهزم الوحده خمسه، وصار العين ما يروم يهزم فريق عادي مثل الريان. يعني هاي كلها امور تحطنا في 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 دوامه علامات استفهام. لكن يعني بما ان احنا بعدنا في الجوله الاولى والثانيه، والمنافسه والبطاقات بعدها متاحه للجميع، احنا ما نبغي نكسي على الكل، لكن في نفس الوقت ما نبغي نخلي المجال مفتوح انك انت تسوي اللي تبغيه والشارع والاعلام يكون هادي معاك وساكت عنك. لكن كمجمل المفروض ان هالضغوطات تزيد، والنقد يوصل للجميع، والكل يعرف ان سقف طموحنا والامكانيات اللي توفرت والعوامل اللي موجوده في الدوله، وبين ظفرين مثل ما يقولون الاحتراف اللي بدا عندنا من 10 سنوات او 9 مواسم او حتى اكثر، هذا الاحتراف ترى يؤدي للمناطق هاي، ويؤدي لاعلى لطموح اعلى في اي منافسه خارجيه على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه. لكن اذا الاحتراف بيوديني لمناطق ابعد، والاحتراف اللي بيخليني اتحجج بكاس العالم للانديه، والاحتراف اللي بيخليني اتحجج بعوامل بعد المسافه ولا عوامل ضغوطات المباريات، يا اخي بلاها من احتراف. احنا ليش سوينا الاحتراف؟ وليش طبقنا المنظومه هاي اللي كلفتنا امور كثيره على مستوى الرياضه، وكلفتنا ايضا امور كثيره على مستوى الالعاب الثانيه؟ اليوم الاحتراف هذا اللي ضحينا فيه بكل شيء حوالينا في الرياضه يوصلنا للمنطقه هاي؟ لا، يا اما نراجع انفسنا ونكتشف ان هالاحتراف بالفعل ما كان صحيح، ونرجع للمربع الاول مره ثانيه ونبدا ندرس الاحتراف، او انه بالفعل نشتغل على قد الامكانيات اللي الحكومه واصحاب سمو الشيوخ وملاك الانديه اعطوها للانديه. اليوم يا اخي انا اتحداك ميزانيه نصاف ولا ميزانيه بنيه كور ما توازي اصغر نادي اليوم في 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 دور المحترفين، او حتى من بعض انديه دور الهواء. اليوم الامكانيات البشريه او الامكانيات البنى التحتيه و الانديه في كل مباراه، ليله المباراه تروح فندق او تروح تبات في معسكر، وتروح معسكراتها الطويله في اوروبا، ويتعاقدون مع اعلى المدربين واغلاهم في على مستوى العالم. اليوم نواجه الفرق الاوزبكيه نسقط السقوط هذا، اعتقد انه المفروض نراجع انفسنا، واي عذر او اي حجه نحطها على خساره الوصل من نصاف ولا خساره الوحده ولا حتى تعادل العين اليوم، حجج غير ما بتكون واقعيه ولا بتكون ايضا ذات مصداقيه. نحن اليوم في المحطه الثانيه هذه البطوله، تتبقى اربع محطات، لكن في اولى محطتين الخطوه الاولى او الثانيه ما كانت خطوات ثابته وما تعطي مؤشر ايجابي. هذا الامر كيف من المفترض ان يكون رد الفعل تجاهه من قبل الانديه؟ وهل فعلا ممكن يكون في رد فعل، ولا المؤشرات اللي قدمتها الانديه في هاتين الجولتين يخلينا نقلل وننزل من سقف طموحنا في هذه البطوله؟ لا، شوف، السقف يجب ان يرتفع، وانا اتوقع شوف الجولتين اللي راحوا هي اكيد درس للجميع. الانديه ما في شك انهم حاسين بالوضع اللي صار، وما في شك ان الادارات مستاءة، ولكن يعني هل الادارات يبغون يوصلوا لنا رساله ان هذا مستوانا؟ ان هذا، انا اقول لك هذه النقطه اللي نحن، هل هذا فعلا مستوانا؟ انا كنت اراهن على ناديين من الاربع ان راح يروحون على الاقل يوصلون الى دور ال 16، ولكن ما شاهدناه اليوم. يعني اللي ما اقدر انا اقول لك انهم الاحتراف، لا بالعكس الاحتراف خدم اليوم لعيبتنا من ناحيه البنيه الجسمانيه، من ناحيه ممكن ما استغل صح نفس ما قال اخوي ابو محمد انه راح احترافنا مادي،
لكن هذا مو بذنب اللاعبين، لكن كمستوى اليوم، كمستوى صار اليوم كأداء في هذه الجولة ما كنا نتوقع ولا كنا ننتظره. أعتقد أن في الجولات القادمة، وأنا ما زلت أراهن، يعني الجزيرة مثل ما أنت قلت، الجزيرة حاول يعني سوى كل اللي يقدر عليه المباراة الماضية، وبالعكس يعني أنا أقدر أقول أنه ما توفق، يعني في 6 فرص كانت يعني أهداف مباشرة. بس أنت لما تيني تقول لي إدارات الأندية، إدارات الأندية ما بتتعامل أو ما يعني ما تتعامل مع كل مباراة على حدة، هي تتعامل مع كل بطولة على حدة. صحيح. لما هي تقدم الرسالة هذه، إذا كانت فعلاً هي ترجمة لرؤى الأندية وترجمة لاستراتيجيات أو خطط الأندية، فما راح تقتصر على الجولتين، يعني تمتد للبطولة كلها. صحيح. إذا إدارات الأندية هي اللي تحاول أنها تقدم لنا رسالة من خلال نتائج أندية. إدارات الأندية ما في شك أن فوز في آسيا يعني أرباح بالنسبة لهم ومكسب كبير، لكن هل تداخل البطولات مسبب لهم قلق؟ تداخل البطولات مخوف أنهم؟ لكن في هذه الجولة نحن ما نقدر نظلمهم، كأن يعني تراخوا، دخلوا بكل قوتهم، كل الفرق دخلوا بالأساسيين، باستثناء الوصل كان عنده اللاعب مصاب يعني مجبور أن ما يدخله، لكن دخلوا بكل شيء. فنيا ما توفقوا، فنيا احنا شفنا المباريات، اللاعبين اجتهدوا، الكل اجتهد، لكن فنيا أخطاء، أنا من وجهة نظري أخطاء مدربين، وما نحملها أكثر من أخطاء مدربين. احنا بعد سامة في بعدنا في الجولة الثانية، أنا قلت لك يمكن في البداية اللي عايبني في الوضع أن الشارع كله متفاعل، وما حد اليوم يعطي تبرير، حتى المشجع العادي ما يعطي تبرير للنادي ولا غير نادي أنه ما يقدم لإسمه النادي كنادي. خلينا نبتعد عن المزايدة الوطنية في دورة الأسئلة، لكن طيب. لإسمه ولقيمته ولمكانته ما يرضى أي مشجع عادي كان أو حتى مسؤول كبير أن النادي هذا أو الفريق هذا أو يقدم مردود سيء أو أنه يخسر. هذا اللي يخليني أنا أتفائل أن في الجولة الثالثة والرابعة لغاية نهاية دور المجموعات بنشوف شكل ثاني لفرقنا، لكن لغاية الحين لا الشكل مرضي ولا الأرقام في المجموعات هي اللي كنا نتوقعها، ولا الإمكانيات اللي عند فرقنا هي اللي يعني توازي المستوى والدرجة اللي وصلناها اليوم في أو المراكز اللي وصلناها في المجموعات لغاية الحين. صحيح. عموما السباق ما زال في بدايته، ويمكن حتى نتائج المباريات ثانية إلى الآن، نتائج المنافسين تعطيك فرصة على أنك أنت تدارك الفشل هذا أو يخفف من وطأة يعني أنا بس أذكر الفشل اللي يعني صاحبنا في أول جولة. إذا نتذكر الأهلي اللي وصل نهائي آسيا قبل 3 مواسم، أتذكر أتوقع في أول 3 جولات كان متعادل ما جمع او خسر مباراه وتعادل مبارتين، يعني هذا يدل ان دور المجموعات خسر اول مبارتين، اي دور المجموعات بعد وصل للنهائي، المجال فيه مفتوح وكل الاحتمالات فيها وارده والمستويات متقاربه، اي الكفتك مرجحه، لكن اتكلم ان المنافسين معنا في المجموعه، احنا ما عندنا منافس كوري صحيح ولا منافس استرالي، عشان انا اعطي الحجه انهم اعلى منا كرويا كتصنيف ولا كدوري ولا كمستوى لعب، مستوى لعب ولا غيره، لكن انا المنافس اللي معانا في غرب اسيا ترى معروفين من اي دورات جايه، واحنا نقدر نشوفهم ونعرف مستوى الدوريات. انت في عندك مجموعات يعني كل سنه تقريبا هي نفسها ما تتغير، هي نفسها، لكن ونفس الفرق نحن نشوف من اليوم لين 2020 نحن نفس الفرق بنلعب، نحن 3+1 بنلعب 4 فرق لين 2020، فبالتالي راح تواجه نفس الناس، المملكة العربية السعودية 3+1، كل الأندية تقريبا نفس الشيء والمستوى متقارب. بس تعرف أنا كنت متفائل في هالجولة، يعني أنت اليوم الأندية على ملعبها تلعب وفرق ولاعبين على أعلى مستوى، وعندنا لاعب وأغلب الفرق أو في فريقين عندهم ما يقارب 8 إلى 9 في المنتخب، فكيف نحن هاي النتائج طلعت وبأخطاء فنية؟ الإدارات لازم يقعدون مع المدربين، اللي صار يعني امر صراحه من وجهه نظري كان غير 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 منتظر. طيب ردة الفعل الابرز على نتائج مباريات الفرق اللي لعبت على ملعبها، سواء العين اللي تعادل اليوم او الوحده اللي خسر امس، والحديث عن ان ريجي كاب مدرب الوحده وزوران مدرب العين هم السبب الرئيسي في عدم انتصار فرقهم في هذه الجوله. أنا مش دوري أسامة أن أنا أحلل المستوى فنيا، وهل بالفعل ريجي كان متسبب بخطته، أو هل زوران بالفعل مو هو المدرب أو ما أعطى الخطة المناسبة للعين أن يطلع بالطريقة هذه، لكن أني أنا أسببها لي أو أوجهها لشخص واحد أو لطرف واحد دون الأطراف الثانية أعتقد أن هذا غير منصف أيضا. لكن يعني أنا من المستحيل أن أخلي العين يعتمد بس على خبرة زوران
التدريبية، العين خبرات الممتدة في آسيا تكون كفيلة من الإداريين والمسؤولين. تشعر أن هالشيء موجود؟ يعني تشعر أن في فرق لها شخصية في آسيا هذا الموسم؟ هل شفت أي من الفرق الأربع اليوم في الجولتين الماضيتين قدم؟ لا لغاية الحين لا. لغاية الحين لا. يعني أنا من وجهة نظري ممكن الجزيرة يكون يعني كان زين في الجولتين اللي شفناه بالفعل. إنه كان زين الجزيرة كان زين بالفعل. أتفق معك الجزيرة كان زين أي لكن كشخصية نحن الحين نتكلم صار لنا فترة إنه والله العين فريق عنده شخصية في دوري أبطال آسيا الوحدة عنده مشاركات في الفترات كلمة الماضية كلمة شخصية كلمة مرنة قالوها بعض الأخوان المحللين الفنيين وهم يبنون فيها اشياء ثانيه في بالهم، لكن انا ما اعتقد ان مثلا كلمه الشخصيه مثلا نقدر نطبقها اليوم على مانشستر يونايتد اللي غاب السنه اللي طافت على دوري ابطال اسيا دوري ابطال اوروبا. يعني هي كلمه رنانه يعني للتعبير الاعلامي، ما اعتقد ان هي تدخل في الامور الفنيه، لكن اتكلم انا عن خبرات متراكمه على المستوى الاداري. اليوم الخبرات المتراكمه في نادي العين على المستوى الاداري وهم موجودين اصلا، يعني احمد عبد الله موجود، عصام كان موجود، مطر الصهباني ايضا كان موجود فتره طويله مع العين، حتى كان موجود من بدايات اسيا. فهي كلها خبرات فنيه العين قادر انه يستفيد منها وقادر انه يفكر كيف يطلع من من مستوى النقاط او عدد النقاط الضئيل اللي حصلها لغايه اول جولتين. لكن يعني انا ما ايد ان نحن نتفائل زياده عن اللزوم، وما في مؤشر تفاؤل، ولا ايد ان نحن نكسر المياديف ونقول ان احنا بعدنا او احنا كل المؤشرات تبين احنا بنطلع من البطوله. وهذا الكلام ما كان الكلام اللي نقوله قبل ما تبدا البطوله هذه. بالفعل احنا اكثر اعلام متفائل، اكثر اعلام يعطي اريحيه للفرق انها تلعب وتادي، اكثر اعلام يبعد الضغوطات عن الفرق ويبعدها عن الشحن ايضا، اكثر اعلام يفتح المجال للانديه ان تاخذ فرصه مره ومرتين وثلاث. وانت تذكر اسامه في برامج اسيا ولا في استديوهاته، انا اتكلم عن بطوله رياضيه، كيف كنا نعطي الفرص في المشاركه الاولى والثانيه لانديتنا اللي في فتره من الفترات طلعت صفر، صحيح. فتره من الفترات الفرق كلها طلعت من الدور الاول، واعطينا المجال للفرق وقلنا ان تراكم الخبرات راح يمنح فرقنا مع الوقت مع مرور السنوات المجال انه يقدمون اكثر. وهذا اللي خلى الاعلام اليوم يقدر يقدر ينتقد ويقدر يقول راي، يقدر يعبر عن كل شيء، بحكم انه اعطى كل الفرص للانديه انها تقدم ما عنده طوال السنوات اللي طافت. حتى نحن في الجوله الاولى بعد الجوله الاولى ما كنا بعد، يعني كنا انا شخصيا اتذكر الاستديوهات اللي حضرتها هنا في ابو ظبي بعد كنا متفائلين وكنا يعني نحن نتكلم بايجابيه وان يعني ننتظر، لكن بعد الجوله الثانيه لازم ان نحن على الاقل واجبنا ان نحن نقول شو نشعر فيه وشو المسج اللي نبغي نوصله، ان الوضع غير يعني غير صحي الى الان في جولتين، ما نقول سيء لدرجه كبيره او سوداوي ولكن غير صحي. هي بس فرص التعويض انت تصير عندك اقل، يعني انت الجوله الجايه الجوله الثالثه بالنسبه لثلاث فرق من اصل اربعه حتميه الفوز ولا بنسبه كبيره انت اوت. بس شوف اذا اخذتها على جوله جوله ان او مباراه مباراه فيها تشانس، يعني انت مثلا العين بيلعب على ملعبه مع الهلال، الجزيره عد المطب الاصعب اللي هو الاهلي وهاجمه في ملعبه وكان زين، الوحده عنده مباراتين بعد والفريق الاوزبكي ما يحلم يفوز على الوحده مره ثانيه يعني شفنا اليوم شفنا فريق ما يحلم يفوز على الوحده يعني. فبالتالي يعني في تفاؤل، التفاؤل ان شاء الله موجود، لكن نحن واجبنا ان اليوم نشعرهم او على الاقل نقول وجهه نظرنا ان الوضع يعني يحتاج الى اعاده نظر. صحيح. طيب تذكير بس اسامه، السنه اللي طافت الوحده شارك في دور الابطال صحيح وطلع من دور الاول، وهني وفي هالمكان اعطينا الوحده الحجه ان الوحده ما كان مطلوب منه اكثر من اللي قدمه بحكم امور كثيره مر فيها فريق السنه الماضيه. هاي السنه اتمنى انه ما يزعلون ان من النقد اللي وصل للوحده البارحه او النقد اللي طلع من الجرايد اليوم او النقد اللي راح يطلع وطلع اليوم على الوحده، لان الظرف اللي مر فيه الوحده السنه اللي طافت احنا كلنا عرفناه، واحنا كاعلام مش بيئه بعيده عن انديتنا، حتى الظرف اللي مر فيه العين السنه الماضيه من اصابات وزوران كان تو وياي من بعد حقبه زلاتكو وغيرها من الامور، ايضا اعطينا العين المجال او فرصته ان 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 ممكن الفريق ما كان بالجاهزيه او ما كانت العناصر كلها مكتمله. حتى الجزيره اللي طلع فيه تنكات وانتقدنا تنكات، طلع فيه تنكات وقال انا ما اقدر اني اواجه بطولتين مهمات في نفس الوقت، وهذا كان اعتراف صريح منه وكان واضح في هالنقطه، لو انه انتقد لكن كان واضح وكان صريح، على الاقل ما ناور ولا تنصل. لكن اليوم اعتقد ان الامور كلها تغيرت، الوضع تغير، الجديه المفروض انها تتعامل فيه الانديه مع البطوله هاي ومواجهتها للشارع ومواجهتها للاعلام اعتقد بيخليها في وسط نار ملتهب، وانه لازم تقدم كل ما عندها عشان تثبت انفسها. طيب
هذه انطباعاتنا نحن، انطباعات الشارع نتعرف عليها مشاهدينا الكرام، خاصة حول نتيجتي الأمس بالنسبة للوحدة والجزيرة. تون الشارع تحسه فارق عن الفترات الماضية، من الجولة الأولى للجولة الثانية تحس إن في زعل، في غضب. ما في شك، يعني الزعل موجود، يعني اليوم تشوفه في تويتر، في السوشيال ميديا، الكل أكيد غير راضي. والجميل في الأمر أن أصبح الشارع الرياضي يرى آسيا أهم البطولات المحلية، بعكس بعض الإدارات سواء كان في السنوات السابقة أو حتى في الموسم هذا. الجمهور أصبح واعي بأن اسم النادي مهم في آسيا. اليوم كل آسيا تشاهد فريقي أو تشاهد ممثل الإمارات شو بيسوي، فأصبح الجمهور يعني تعرف حتى يزعل أو يحزن بسبب هذا المشهد. أني أنا اليوم كل قارة آسيا تشاهد أربع فرق من 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 دورينا لم تحقق نتائج إيجابية. عمران، تغير شيء يعني هذا التفاعل وهذا التون اللي حاضر في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون له تأثير؟ شوف، السنة هذه كتأثير وتفاعل الشارع من أكثر السنوات وأجمل السنوات اللي تشوفها، مع أو كيف الشارع يتفاعل مع الإعلام أو مع فرقهم، خاصة بعد بروز أو بعد ظهور الوحدة والوصل والعين كمنافسين على الدوري، خلى الشارع بالفعل في حراك حقيقي. وهذا اللي نشوفه اليوم في دور الأبطال، وهذا الضغط اللي نشوفه اليوم من الشارع واليوم يطلع من الإعلام، هذا هو الضغط اللي أصلا يولد كرة قدم حقيقية. الكرة اللي تلعبها بريحية هاي تلعبها في فريج أو بلاي ستيشن، لكن الكرة اللي تلعبها وانت مضغوط، والكرة اللي تلعبها وانت تحس ان في حد وراك ممكن يحاسبك، والكرة اللي تلعبها والإدارة حاسبة حساب الجميع وحاسبة حساب الجماهير وحاسبة حساب رد الفعل، هاي الكرة الحقيقية. اما الكرة اللي تكون هادية وتكون بدون رد فعل، والخسارة تي مثل الفوز، والمكافأة تي تمر مرور الكرام، والفريق بدون ما يقدم اي مستوى، هذه ما تولد كرة قدم حقيقية، ولا تولد مستوى، ولا تولد روح في الملعب، ولا تولد مسؤولية عند الجميع. لكن هاي العوامل اللي تطلع اليوم هاي اللي تخلي المسؤولية تكبر عند الكل اليوم، وتخلينا اليوم نفتح البرامج ونفتح على الأندية، وتخلينا حتى اليوم لازم نساير في الشارع، لازم، لأن احنا مرآة للشارع وليس العكس. صحيح. نحن قبل أن نقفل الملف الخاص بالجولة الآسيوية الثانية والظهور المخيب للآمال لفرقنا الإماراتية في دوري أبطال آسيا، نتوقف فقط عند البيان الذي أصدره نادي الوحدة، إرداف للبيان الذي أصدره مجلس أبو ظبي الرياضي. نادي الوحدة يعرب عن تقديره لدعوة مجلس أبو ظبي الرياضي للأندية لنبذ التعصب وتراشق في مواقع التواصل الاجتماعي، ويثمن دور مجلس أبو ظبي الرياضي في نشر الروح الرياضية في الدولة، ويهيب مجلس إدارة نادي الوحدة بكافة منسوبيه من مسؤولين وإداريين ولاعبين بالتخلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب وعدم الانجرار أو الانسياق خلف المهاترات أو أي أصوات تغرد خارجه
عن النص، لأن قيم النادي ومبادئه تقوم على المنافسة الشريفة والابتعاد عن التعصب، خاصة أن الرياضة تمثل دعوة للاستمتاع باللعب النظيف القائم على التنافس الشريف داخل الملعب في أجواء إيجابية تساعد على التآخي وتعزيز ثقافة اللعب النظيف. هكذا كان بيان نادي الوحدة، مجلس إدارة النادي مش شركة كرة القدم، لأن شركة كرة قدم نادي الوحدة واحد من الأطراف اللي كانت حاضرة في عملية التراشق اللي علق عليها مجلس أبو ظبي الرياضي في بيان الأخير. صراحة بيان جميل، يعني بيان يشكرون عليه، خصوصا مثل ما أنت نوهت أنه جاي من النادي وليس من الشركات، وأعتقد حتى الشركات هم في النهاية أعضاء في النادي، ولكن لما يأتي في كافة الرياضة هذا لما رأوه من خطر قادم في ظل اللي نشوفه بين الجماهير، والنادي اليوم كأنه يوجه الجمهور أن نحن ضد التوجه اللي بعض الجماهير أو سلوك بعض الجماهير، وأيضا يعني يمشي مع أو يتماشى مع ما أصدره مجلس أبو ظبي الرياضي، وأمانة بادرة يشكرون عليها. واليوم أنا في خلال التغريدات اللي أنت عرضتها كان في من سعيد الهاجري أخو غانم كان حاطط أن أهلكم الوحداوية موفقين خير، هذه الروح الطيبة اللي نحن ننتظرها، أن نحن في الآسيوية مع بعض. من الصعب جدا أو من الشيء المؤسف أحيانا أنك تشاهد بعض الجماهير أنها يعني تشجع ضد الفرق في فرق الأخرى في الآسيوية، ولكن هذه الأشياء شيء إيجابي ويشكرون على إدارة الوحدة. شو رأيك بحالة البيانات مراد؟ في البداية يعني أسامة بيان مجلس أبو ظبي الرياضي ما أعتقد أنه طلع من فراغ، ولا أعتقد أنه طلع رد فعل الأخوان في المجلس وأخوان في مجلس إدارة المجلس أيضا، وليس في الأمانة العامة فقط. يعني حسب تواصلي معهم شافوا أن الوضع ما انفلت، لكن الوضع في طريقه يمكن أن ينفلت، وتدارك الموقف هذا أيضا كان عن طريق بيان طلع للعلن، ما راح بيان او ما راحت رساله خفيه للادارتين ان خفوا، لا راح بيان للجميع، والجميع يقصدون فيه المؤثرين ومن يتبعهم من المؤثرين. واعتقد انها يعني في ظل غياب، وهالكلام يؤسفني ان اقوله، في ظل غياب اتحاد الكره اللي وقف كدور المراقب، وهم يعتقدون ان دورهم مجرد استلام تقارير من الحكام وتحويل لجنه الانضباط ودورهم ينتهي، هذا اللي خلى اليوم المجالس تطلع وتؤدي ادوار اللي كان متوقع منها ان تؤديه او يؤديه اتحاد الكره، سواء من ناحيه اصدار بيانات او تصريحات او تهدئه للوضع او تاديب لبعض الخارجين عن الـ عن 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 النص، سواء اي من كان يعني منصبه او مسماه، او سواء كان لاعب او دوري او غيره. لكن في ظل غياب اتحاد الكره من الطبيعي ان يطلع اليوم مجلس أبو ظبي الرياضي، مباشر يمكن يطلع مجلس الشارجة وعقبه يطلع مجلس دبي، كل واحد يأنب أو يوبخ أو ينبه فرقة، لأن المظلة اللي ماسكة الأندية في كجمعية عمومية هي اللي غايبة عن الصورة، فهي اللي خلت الطرف الثاني يطلع. بصراحة يعني لو كان في بيان من اتحاد الكرة أثر على الأندية بيكون نفس أثر البيان اللي من المجلس؟ وليش ما يكون له أثر أسامة؟ أنا أسألك أنت، ليش ما يكون؟ يعني اذا ما كان له اثر، انا اقول لك الواقع الحين، انت تيجي تشوف الواقع، اثر المجلس اقوى ولا اثر الاتحاد اقوى على الانديه؟ الاثنين. انت تتكلم كالمفترض ولا تتكلم كواقع؟ انا اتكلم كواقع. انا اشوفها انه المفروض اذا كان اتحاد الكره يعتبر هو مظله الانديه، وهي الجهه اللي ممكن تشرع وتعاقب، وايضا تدخل رؤساء الشركات في لجان قانونيه ولجان قضائيه بحكم تصريحاتهم وتصرفاتهم وغيرها، من رؤساء الشركات لغايه اصغر لاعب في الفريق، فمن الجهه اللي المفروض او نتوقع منها ان هي تطلع وتبين او تتكلم عن الصوره؟ نفترض تطلع ايضا تطلع يطلع اتحاد الكره، وهو الجهه المخوله اساسا في مع الانديه في 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 كره القدم، بحكم ان هي المسؤوله ايضا عن جدول المحترفين، وهي اللي تقتطع من الانديه غراماتها، وهي اللي تقدم للانديه دعمها في حال وجود دعم. اذا كلامي غلط صحيح قول لي، قول لي قول لي انا غلط، شوف كنا بعيب من كلامي. لا ما تكلم فعلا. اوكي اذا مو بعيب مني بقول لك ليش ما لان نتكلم عن المجلس، دور لا المجلس ما يمثل. لا بس هو لا انا حبيت ادعم، لكن دور المجلس اسامه هو الدور الطبيعي اللي سواه اليوم، لكن
احنا نتاسف على غياب اتحاد الكره ونتاسف على عدم فهم اتحاد الكره لادوارهم في ظل بعض الاجواء الموجوده. انا ما بكهرب الجو واقول اجواءنا سيئه، لا والله اجواءنا حلوه واجواءنا فيها كره واجواءنا فيها منافسه واجواءنا فيها نديه برا الملعب وداخل الملعب، وهي الكره الحقيقيه. اليوم شفنا اللي صار بين كونتي ومورينو، وشفنا اللي صار بين 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 فينجر ومورينو قبل، وشفنا وايد اشياء وايد مواقف صارت في اوروبا. لكن يعني الخروج عن النص او محاوله التاثير على الغير لتاليب الشارع او تاجيجه او غيره، هذا اللي حاول اليوم المجلس انه يوقفه. لكن اتحاد الكره دوركم مش دور انه تاخذون التقرير للامانه العامه والامانه العامه توزعها على اللجنه المختصه. هل حبيت اقوله بس؟ صحيح، شوف اتفق معه في بعض الاشياء. وين تختلف معه؟ اختلف معاه في ان يعني دور المجلس، يعني واتكلم كمجلس ابو ظبي الرياضي او كالمجالس كلها، ان دوره المفروض انه يكون اعلى من الاتحاد. لا، انا الاتحاد المفروض اعلى. انا قلت اعلى سيدي. عموما انا اتفق. الاختلاف موجود يعني. زين، الاتحاد شوف المفروض المفترض مثل هذه المشاكل، انا اقول لك هي من شان الاتحاد. انا من وجهه نظري المجالس تتدخل متى ما كانت الانديه اللي تحت مظلتها داخليا هي تدخلت. اي مختلف، بس ما انت تسال نفسك شو اللي خلى المجلس يبادر وياخذ دور انت كنت تنتظر او المفترض انه يكون دور هيئه ثانيه ومؤسسه ثانيه. وهذا يؤكد كلامي وكلامك، ان لاول مره المجالس الرياضيه او احد المجالس الرياضيه الثلاث يطلع في بيان على موضوع مختص في كره القدم، هذا ما طلع من قبل. صحيح. ومش مش مش يعني شيء يحصل لاول مره او يحصل او سابقه صارت من قبل. يعني المشكله اللي صارت مثلا بين نادي الوصل ونادي النصر، وهي مشكله صارت حسب في مشكله اداريه حسب ان تذكرون الملعب وتبديل الملعب وغيرها من الامور، ومن ضمنها لجنه الانضباط. هني تدخل مجلس دبي الرياضي وحاول يرضي الطرفين وتدخل في المكتب. لكن انا اتكلم عن مشكله كانت راح تؤجج ما بين الوحده والعين في الملعب. هذا اللي خلى المجلس في هذاك الوقت مين اللي كان يتدخل؟ لجنه الدوري المحترفين. صحيح، لجنة الدوري المحترفين كان المفروض تتدخل. لكن شوف، نحن جرت العادة في السابق لجنة الدوري المحترفين لما تتدخل تكون عن طريق التقارير وعن طريق الغرامات المالية، ما كانت تصدر بيانات إلا في لما يكون ولا اتحاد الكرة يصدر بيان إلا لما يكون الأمر يحتاج، مثل اللي صار اليوم. اتحاد الكرة يعني في كلام قال اليوم في الطاولة يعني بين السطور أن المجالس في الواقع هي اللي الأندية راح تسمع كلامها ما راح تسمع كلام الاتحاد. وهذا وأنا في وجهة نظري أن هذا منعطف خطير بالنسبة للاتحاد. الاتحاد وهم كلهم ربع وأخوان، لكن من المفترض أنه يكون على الأقل عن الأندية أنه هو الأقوى وهو اللي له يعني هو اللي ماسك زمام الأمور. وإذا يشعر الاتحاد أو تشعر الأندية، إذا وصل مثل أنت أخوي أسامة وصلك هذا الحس أن الاتحاد مو في قوة المجالس، يحسب للمجالس ونقطة سوداء للاتحاد. يحسب يعني على الاتحاد. يحسب على الاتحاد. طيب. المفروض أن الاتحاد يكون أقوى صراحة. عموما مشاهدينا الكرام، نحن متواصلين معكم في هذه الحلقة من أبو ظبي اليوم التي نقف فيها عند هذا الفاصل، ومن بعدها نعود لمواصلة الحديث عن محاورنا في هذه الأمسية. انتظرونا. رحلة المعرفة تبدأ بقلب صفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وتروي ظمأ شغفك بالحضارات. تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب. تحلق بك إلى الأعلى لتسمر الفضاء وترى المستقبل. تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات، وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً في الأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية.
الرياضة الإماراتية. آخر المستجدات، أهم الإنجازات، أبرز التحديات وتفاصيل الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها الإمارات. الرياضة في أسبوع على أبوظبي الرياضية. في الأسبوع 17 من دوري الخليج العربي، الوحدة مقابل شباب الأهلي دبي. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ننطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة لطواف أبوظبي، والذي سيستمر حتى 25 من الشهر الجاري بمشاركة 120 دراج ممثلين ل15 دولة. قررت لجنة الانضباط بعد اجتماعها مساء اليوم إقامة مباراتين لفريق النصر من دون جمهور، إلى جانب إيقاف خالد جلال لاعب النصر لثلاث مباريات وتغريمه 200,000 درهم، وذلك لاعتدائه على لاعب الوصل مينديز بعد مباراة الإياب بين الفريقين في ربع نهائي كأس الخليج العربي. خسر نادي الوصل أمام فريق ناساف الأوزبكي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، ليتذيل الوصل بذلك جدول ترتيب المجموعة دون نقاط. حددت لجنة دوري المحترفين الملاعب التي ستقام عليها أولا مباريات الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، ليتقرر أن يستضيف فريق الوحدة على ملعبه وبين جماهيره فريق دبا في مباراة الذهاب، فيما سيستضيف فريق شباب الأهلي دبي فريق الوصل في الجولة ذاتها في 9 من الشهر المقبل. كما تابعنا معكم مشاهدين الكرام في الجولة الأخبارية، أبرز الأخبار كان حول القرارات التي صدرت قبل ساعتين من الآن من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم المتعلقة بالأحداث التي صاحبت مباراة النصر والوصل في بطولة كأس الخليج العربي، والتي ترتب عليها لعب النصر لمباراتين من دون جمهور وإيقاف لاعبه خالد جلال ثلاث مواجهات وتغريمه 200,000 درهم. هذه العقوبات التي نبحث تفاصيلها مع المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط الذي نسعد بانضمامه إلينا في أبوظبي اليوم عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك مستشار منصور. أهلا مرحبا أخ سامر، حياك الله. حيا الضيوف. يا مرحبا الساعة. نبدأ مع القرارات الخاصة بمباراة النصر والوصل، خاصة أن هذه الأحداث يمكن صار لها فترة طويلة ما حضرت على ملاعبنا، الصخب اللي صاحبتها، الضجة اللي أثارتها، كيف كان تأثيرها على تعاطيكم أنتم مع القضية هذه وعلى القرارات اللي اتخذتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة هذه، إن شاء الله أن تكون يعني مستمرة. نحن نرحب فيك في كل وقت منصور. طبعا نحن توجهنا إن شاء الله في لجنة الانضباط أن قد ما نقدر أن نثقف الشارع الرياضي بكل طوائفه عن آلية عمل اللجنة واللوائح وأداء. بالنسبة طال عمرك للأحداث اللي صارت في مباراة النصر والوصل، نحن كلجنة طبعا يهمنا كثير أن نحن ما نتأثر بالإعلام والمشاهدات اللي تصير خصوصا من الشارع الرياضي، كثير من الجماهير تتأثر من الانتماءات واللي تلزمنا اللوائح والتقارير في المخالفات الموجودة والعقوبات اللي موجودة وتطبيقها. أما بالنسبة لل
العقوبات اللي فرضت اليوم بناء على تقرير من حكم المباراة وتقرير من مراقب المباراة، بالإضافة إلى الصور المرفقة في التقرير والمرفوعة من لجنة الدولة للمحترفين والفيديوهات المصاحبة للأحداث، وبناء عليها اللجنة اليوم اتخذت القرارات وطبقت اللوائح اللي موجودة. لكن اللوائح بعد تعطيكم أنتم كلجنة مساحة من التقدير، يعني من اتخاذ أو التعامل مع لوائح العقوبات بناء على يا على التراتبية يا على ما تقدره اللجنة، صحيح؟ صحيح، تعطينا نحن الحرية كمان في تطبيق العقوبة في بعض المخالفات، ولكن بعض المخالفات تي نصية ومركبة وملزمة. النصر والوصل، هذه المباراة تم الوقوف عند الأحداث اللي حضرت فيها وأصدرتم قراركم الخاص فيها. بالنسبة لمباراة الوحدة والعين مستشار منصور، حقيقة مباراة الوحدة والعين ما رفع فيها تقرير من حكم المباراة، في تقرير رفع من مراقب المباراة، والتقرير ما كان يعني في أحداث إن نقدر إن نعاقب فيها أو نطبق اللوائح فيها. نتيجة يعني طريقة كتابة التقرير كانت شوية فيها بعض التحفظ من اللجنة. تحفظ من اللجنة، لجنتكم أنتم، لجنة الانضباط، يعني نعرف إحنا عشان شوف جينا تقرير، التقرير لازم يكون بمخالفات، المخالفات هاي واردة في اللوائح ومقابلها عقوبات. فأنت إذا جت التقارير، بعض التقارير تيجي مثلا بشكل عام وما تقدر أن أنت تتخذ فيها عقوبة لأن المخالفة غير واضحة. يعني ما في أي قرارات من جانب لجنة الانضباط فيما يتعلق بهذه المباراة، صار ملف مغلق بالنسبة لك؟ مغلق، أي نعم. طيب أي قرارات أخرى حضرت اليوم عدا القرار المتعلق بمواجهة الوصل والنصر؟ نعم، كان في تقارير كانت اليوم موجودة فيها قصات شعر لي كذا لاعب في المراحل السنية، وكانت لفت نظر ألف الغرامة، وكانت في مخالفة مثل مخالفة الاعتراض، كانت بعد فيها الدار والألفين درهم غرامة. يعني هاي التقارير الأسبوعية اللي تيجي يعني كثير، لكن التقرير يعني ياخذ الصيت الإعلامي ما كان غير مباراة النصر. طيب قصات الشعر أخذت حيز كثير من الأحاديث في الفترات الماضية، خاصة منصور أن في فترة طويلة غابت القرارات المتعلقة بقصات الشعر، بعد ذلك عادت بكثافة في الشهرين الماضيات. أنا بقول لك ليش. قول لي ليش. نحن طال عمرك آلية العمل وقراية اللوائح وعمل اللجان متى ما فهم سهل على الجميع فهم الآلية. بداية الموسم تم اجتماع بين الاتحاد ورؤساء اللجان، وتم طرح موضوع قطات الشعر. لجنة الانضباط رأت أن ما يتم تحويل قصات الشعر للجنة مجرد من المخالفة الأولى، يجب أن يكون تنبيه للمرة الأولى وتنبيه للمرة الثانية، بعدها يتم التحويل. والآلية كانت المخالفة على القص مش على الطول، فبما أن المخالفة على القص مش على الطول كان لازم يكون في فترة زمنية بين المخالفة والمخالفة أنها لا تقل عن أسبوعين. يعني هذه الآلية اللي وضعت، بتقول لي ليش يت الحين؟ لأن أنت عشان توصل ثلاث مخالفات عشان توصل للانضباط
وبين كل وحده وحده لا يقل عن اسبوعين، فهي بتاخذ فتره من الزمن. فمن بدايه الموسم بدات المخالفات توصل للانضباط على نهايه الدور الاول وبدايه الدور الثاني. يعني اللعيبه اللي تم تغريمهم تم تنبيههم قبل تغريمهم؟ نعم، تم تنبيههم طال عمرك من مراقب المباراه، ويتم وضع التنبيه في البرنامج الخاص بالانديه، النظام الخاص بالانديه. يعني ما في خطاب رسمي يتعلق بالتنبيه، تنبيه يكون شفوي؟ لا ما يكون شفوي، في آلية وضعت. الآلية هي تكون عبر في برنامج اللي هو خاص بالأندية. كل نادي يدخل على برنامج على موقعه، توضع الملاحظة هناك. طيب أنا عندي سهيل حاب إنه يتداخل وياك منصور، تفضل. منصور إيش حالك؟ هلا هلا. منصور يا أخي، أنت شخصية دائما مثيرة للجدل قبل الانضباط وبعد الانضباط، صح ولا لا؟ الله خير إن شاء الله. بالخير إن شاء الله، بالخير إن شاء الله. منصور أنا عندي بس يعني تقريبا سؤالين على السريع. السؤال الأول منصور، مباراة العين والوحدة إذا ما رجعنا لها، في فيديوهات انتشرت، هل التقرير اللي وصلك من المراقبة ومن لجنة الدوري للمحترفين ما كان فيه فيديوهات؟ لا لا ما في فيديوهات. زين، الفيديوهات كانت موجودة في السوشيال ميديا. نحن طال عمرك شوف، نحن كلجنة انضباط نلتزم بالتقارير صحيح التي تجينا من الجهات الرسمية، سواء لجنة المسابقات، لجنة الحكام، الأمانة العامة، لجنة الدوري المحترفين، شكاوي من الأطراف اللي هي الأندية. صحيح. الموضوع الثاني منصور، إذا سمحت لي بس نرجع شوية للوراء على على لائحة المنتخبات. اي نعم. حتى بس ان الشارع الرياضي يعني يستوضح من هالموضوع، لائحة المنتخبات مثل ما عرفنا انها لم تعتمد من الجمعية العمومية، صحيح؟ والله شوف، هل يعني الحين انا هذا اللي انا اقوله دائما، نحن والدور الكبير عليكم انتم كاعلاميين وكمحللين، الأسئلة والمعلومة لازم تكون صحيحة للشارع الرياضي. صحيح. حاليا المنظومة كلها تكلمت عن عدم اعتماد لائحة المنتخبات من الجمعية العمومية، وأنا أسأل سؤال، هل اللائحة هذه من شروطها أنها تعتمد للجمعية العمومية أم لا؟ طبعا هي. انا ما بجاوبك على السؤال. إيه بس لا انا بجاوبك منصور لا لا بس لاني ما انت علشان بعد انت تقول ان لازم المعلومه تقول تكون صحيحه حتى هي. الكلام يكون صحيح هي. الاعلام مو هو اللي قال الانديه ما اختلفنا، لا بس الإعلام. بس اوضح بس النقطه اوضح النقطه اخوي منصور، ما عليه ما عليه، انا قلت كاعلام ايه الدور توصيل المعلومة الصحيحة للشارع. إيه ما يعني مختلف. أنا ما قلت أنت قلت. لا لا ما اختلف. لا لا ما اختلف معك، بس الأندية هي اللي قالت. صحيح. إن هذا ما نعرض عليها، الأندية هي اللي تروح الجمعية العمومية مش الإعلام. صحيح. أنا أقول لك دورك كإعلام توجيه الرسالة الصحيحة للشارع الرياضي. أنا أقول لك هذا اختصاص اللجنة القانونية. منصور. إذا سمحت لي بس منصور، شوف نحن اليوم منصور لازم تتأكد 100% أن نحن وأنت وكل اللي في الرياضة هدفنا أن نحن نشتغل للإيجابيات القادمة ونتجاوز السلبيات إذا كانت في سلبيات. شخص مثلك عند الخبرة يعني، وأنا أثق تماما في قدراتك القانونية بحكم العمل اللي عملناه مع بعض قبل، لذلك نسألك هذه الأسئلة حتى إذا كانت في تجاوزات أو في سوء فهم أو في حتى لو في غلط، ترى ما في حد في النهاية هو اللي راح يكسب أو في حد يخسر. لائحة المنتخبات اللي صار عليها الجدل، بس أنا اللي عرفناه بس أنت توضح لنا منصور، وترى ما فيها شيء يعني، بالعكس يعني موضوع راح وانتهى، لكن حتى نتجاوز المرحلة القادمة بحكم أن المنتخب أيضا عنده مباراة ودية في شهر 3، والكل يعرف كيف تمشي اللوائح وكيف تمشي الأنظمة عندكم. بالنسبة للائحة المنتخبات، حسب ما أنا عرفت أن هناك بند في النظام الأساسي يتيح للاتحاد بأن يضع اللائحة كيفما يشاء بدون ما يشاور الجمعية العمومية.
صحيح. بعطيك النقطتين لازم اوضح لك اياها. زين. حاليا ناخذ ال 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 الجزء الاولي اللي خاص بلجنه الانضباط. لجنه الانضباط لما يحالها موضوع يحللها الموضوع من الامان العام. مع الموضوع يحللها اللوائح التي تطبق على هالموضوع. الجهة المختصة بتسليم اللوائح المطبقة هي الأمان العام. فأنا كلجنة ما أجي أبحث على الأمان العام اللي هي مسؤولة عن تسليم اللوائح، هل هذه اللوائح صحيحة أم لا. هذا الجزء وانتهينا منه. نحن شفنا الموضوع وشفنا المخالفات وشفنا جميع المستندات، وتمت المعاقبة أو فرض العقوبة على حسب اللائحة الصحيحة بالنسبة لنا كلجنة الانضباط. زين منصور، هي بس أنت ما علي، بس سؤال سريع منصور. أنتوا اللائحة هذه عندكم من متى؟ يعني أنتوا كلجنة انضباط متى كانت أول مرة تطلعون فيها على لائحة عقوبة المنتخبات؟ نحن اللائحة سلمت مع الشكوى، مع العقوبة. يعني أنتوا طلعتوا على اللائحة أول مرة أثناء تسليم الشكوى؟ مع الشكوى، نعم. وهذا يعني لا سابقة قبل أن في لائحة لعقوبات معينة تسلم في نفس الفترة وفي نفس الوقت مع الشكوى المتعلقة بهذه اللائحة؟ أي قضية أو أي شكوى أو أي موضوع يسلم للجنة فيها مواد خاصة بلائحة معينة، تسلم اللائحة هذه معها. فرضاً في حاجة خاصة بالأوضاع وانتقالات اللاعبين، ما هي فيها عقوبات وفيها مواضيع معينة، تسلم للجنة الانضباط لتطبيقها. هي بس أنت هذه مطلع عليها أوريدي قبل. ما لخص أنا مطلع ولا لا؟ هي هذه اللائحة. إيه لا، ما أنا واجبة التطبيق. بس أنا سلمت إياها، أنا ما شفتها قبل. شفتها في هالوقت. طيب. هذا موضوع اللائحة. الموضوع الثاني، اللجنة المنتخبات من اللجان المختص فيها مجلس الإدارة، واللي ذكر في النظام الأساسي بأن لوائحها وأمورها خاصة باعتمادها بمجلس الإدارة. فهذا شيء مش اختصاصي. أنا أرجع أقولكم من مرة ثانية، كلجنة الانضباط في لجان معنية مختصة في هالشيء. أي لجنة؟ هي سواء اللجنة القانونية أو الأمان العام أو حتى التمييز، إن رأت لجنة التمييز أن تناقش هالموضوع. في لجنة قانونية في الاتحاد؟ والله الله أعلم. منصور لا تكون دبلوماسي يا أخي، قول ترى نبي ننور الشارع. يعني كيف ما تعرف إذا في لجنة؟ أنا لين الحين لم أتعامل مع لجنة قانونية. كيف تتكلم عنها؟ ليش طريتها منصور؟ ليش طريتها؟ شبالي طريتها؟ أنت الحين قلت اللجنة القانونية معنية. اختصاص اللجنة القانونية في هالشيء. أوكي. أي خلاف في التشريع بالنسبة لللوائح وتفسيراتها يتم إحالة اللجنة القانونية. زين، بس هل هناك لجنة قانونية شكلت؟ هل كان هناك لجنة قانونية ووازان لم يشكلوا لجنة جديدة؟ هذا شأن الاتحاد في هذا الشيء. أنا كلجنة انضباط لين اليوم لم أضطر إلى مخاطبة الأمان العام لتحويل حاجة للجنة القانونية لتفسير معين. إيه بس متى تحتاج أنت لجنة قانونية؟ يعني إذا كلجنة انضباط. إيه. ومدى أهمية ممكن الحاجة هذه؟ شوف، ساعات يصير خلاف أو جدل بين اللوائح، عرفت؟ فاللجنة القانونية هي اللي تفسر هذا الخلاف اللي موجود. لين الحين نحن ما صادفنا أي وضع من هاي الأوضاع. وإذا صادفكم وضع وما لقيتوا لجنة قانونية، شو يكون الحل؟ الأمان العام والاتحاد الكروي يرى في شأنه هو شو بيسوي عشان يرد علينا. طيب زين منصور، بس آخر سؤال إذا سمحت لي وأكون شاكر لك. في أيضا في لغط صار، باختصار بقول لك السؤال، بخصوص لاعبين المنتخب اللي تم معاقبتهم.
ومثل ما تعرف اخوي منصور انتم ما استدعيتوا اللاعبين وسالتوهم وحققتوا معاهم بل اعتمدتوا على تقرير خارجي، هل اللائحه؟ لا لا, لا بعد اقول لك هي وضح لنا بس معلش وضح لي السؤال. السؤال في معلومات انت تقولها صحيح، انت قلت في تقرير خارجي، هو ليس تقرير خارجي لان نحن لو نرجع هي لجنه تقصي الحقائق، لجنة تقصي الحقائق لجنة مؤقتة شكلت من مجلس إدارة ومن الاتحاد، من صلاحيات الاتحاد تشكيل لجان مؤقتة حسب النظام الأساسي. هي بس رئيس الاتحاد قال لجنة محايدة، ما قال لجنة محايدة، إنها ممكن أعضاءها من خارج الاتحاد. أخوي منصور أنت متأكد إن شكلها من جزارة الاتحاد اللجنة المحايدة أو اللجنة مين مين بيشكلها؟ لا أنت متأكد من معلومة إن شكلها من جزارة الاتحاد؟ نعم متأكد من المعلومة. أنا أقول لك غلط. لا أنت تقول لي غلط، أنت تقول لي مين شكلها. لا أنا أقول لك غلط، ما شكلها من جزارة الاتحاد. لا لا. منصور أنت قبل شوي تقول لازم تكونوا متأكدين من المعلومات اللي تقدمونها للجمهور. أنا الحين أقول لك شكلها. أنت تقول لي عن لجنة قانونية، الاتحاد ما له لجنة قانونية من سنتين. من سنتين ما في لجنة قانونية في الاتحاد الكرة يا أخي منصور. زين منصور بس بس نتكلم عن مرجعية لجنة قانونية أساسا مش موجودة ولا مشكلة. عمران عمران تفضل. عمران تفضل. يعني انا بقول لك حاجه ترضاها مني ولا ما ترضى؟ مو معناته ان انا اعلي النمط يكون هذا نقد مني. ما فهمت. انا اقول لك خلي اتكلم انت واحين ايه. لا ما عليه بس انت تراك ما تكلم عمران روحه، انت تتكلم المشاهد بعد. ترى انا ما اشوفكم، لا انا اسمعكم بس. نحن والله ودنا نشوفك يا منصور في اي وقت. زين خلي اتكلم. تفضل. طال عمرك. أنا الحين قلت شكلت من الاتحاد صحيح؟ صحيح. عمران قال لا معلومة غلط ما شكلت من الاتحاد صحيح؟ أنت تفضل قل لي شكلت من مين؟ زين منصور بس عشان ما نطلع من الموضوع بس إذا سمحت لي أنا أشكرك أول شيء على صراحتك وعلى أنك موجود. لا هل أنا بالأول أنا قايل منصور الحوار والمعلومه اللي انا بقولها انا مسؤول عنها. صحيح صحيح. ايه وحتى ايه ما خارج ايه ما اختلفنا منصور ما اختلفنا، انت في النهايه انت في النهايه شخص مسؤول ومسؤوليتك ومسؤوليتك ان انت تبين اللي يتعلق يعني بدقه المعلومات اللي تقدمها، وانت نفس وانت نفسك ما علي اسمح لي ما علي خلني بس اوصل الفكره. اوصل لك من الاتحاد انت تقول لي مش مشكله. اوصل لك الفكره. طيب اوصل لك الفكره. الحين انت قدمت معلومه وعمران يشوف ان المعلومه هذه مش دقيقه. صحيح مش دقيقه. يقول لي لم تشكل منها في طال عمرك قرار. اي وحتى وحتى رئيس الاتحاد نفسه ما قال ان نحن شكلنا اللجنه، قال اللجنه لجنه محايده. انا اقول لك لجنه محايده اعضائها خارج الاتحاد، لكن تشكيل اللجنه من الاتحاد. وبرجع على سؤال ابو منصور عشان اوفيكم الحاله، انا لم استدعي اللعيبه صحيح وما استدعينا اطراف صحيح، لان التقرير واضح في كافه المستندات وفي افادات وفي كل ما يفيد ما يثبت للجنه وجود المخالفه من اعترافات من محاضر سماع شهود من محاضر سماع إفادات الأطراف. فاللجنة تيقنت بأن المخالفة موجودة وطبقت اللائحة. بتردون يقولون اللائحة هذه فيها إجحاف في حقوق الأندية، ما هاي اللائحة اللي موجودة وتطبق. صحيح مو بدورك مو بدورك صحيح. طيب منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، نحن شاكرين تجاوبك معنا ومرحبين فيك في كل وقت إن شاء الله. حياك الله. شكرا شكرا. إن شاء الله التعاون معكم في كل حاجة. ونحن مقدرين لك هذا الشيء. شكرا جزيلا لك منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، معلقا على القرارات التي صدرت اليوم بخصوص مباراة الوصل والنصر، ومؤكدا على أن ملف مباراة الوحدة والعين التي حضرت في ذات البطولة قد أغلق بسبب تقرير المراقب الذي
ترى اللجنة أنه لم يكن كافيا حتى تصدر عقوبة خاصة فيها. أساساً شو الأحداث اللي صارت في المباراة؟ أنا ما شفت في أرض الواقع أن في أحداث في مباراة الوحدة، ما عدا تصريحات. بأمانة يعني إذا كان في شيء ما أعرف، أنا ما شفته عشان أقدر أحكم فيه. لكن كان في حديث أن في تقرير رفع من مراقب المباراة. إيه؟ فمراقب المباراة التقرير اللي رفعه هو اللي يتضمن الأحداث اللي صارت فيه. فنحن نسأل على ما ترتب عن تقرير المراقب. هذا دل أنه ما كان في أحداث. لا أبو محمد، أنا بقول لك شيء، كلامك صحيح، لكن شوف، مجرد أن في تقرير من المراقب راح معناته في أحداث. معناته في أحداث أقر فيها أخوي منصور، لكن يقول لك التقرير ما خدمه أن 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 يقوم بدوره، أو مثل التقرير اللي طلع من على موضوع النصر والوصل كان مدعم أو في إيه، لأنه كان تقرير حكم المباراة. لا 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 لا، نفس المراقب قال لك المراقب، وفي فيديوهات طلعت من لجنة الدوري للمحترفين، وهذا شيء يعني بروسس معروف وبروسس طبيعي. لكن أنا تعرف اللي أنا مستاء منه شوي، أو كنت أتمنى أنه يصير، هو نفس الحادثة تتكرر ويا لعيبة المنتخب في كل جولة، وما تروح الفيديوهات لجنة الانضباط، ويضطرون لاعبين أو لاعبين المنتخب أنهم يتعرضون لنفس الكلمات وبنفس التجريح، بسبب أنه ما يروح التقرير، أو التقرير راح لكن لم يدعم فيديوهات شفناها كلنا في كل مكان في السوشيال ميديا. عمران ما شاف، عمران كان مريض الله يشفيه ويعافيه. أنا ما أفهم شو تتكلم، أي فيديو يعني تتكلم؟ لا فيديو من الجماهير، يعني في كلمات كانت تطلع مع عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن وقبلها علي مبخوت وقبلها العطاس وكذا لاعب، يعني هي نفس الكلمات من خلصنا من دورة الخليج إلى الآن نفس الكلمات تطلع. بس السؤال، أنت وديت تقرير، الفيديو ما راح، يعني أنا كنت أتمنى أن الفيديو يروح على الأقل، نفس ما أنت تعاملت يعني بنفس الصورة تعاملت فيها مع مباراة الوصل والنصر، ما دام في تقرير وفي فيديو ودي، والتقرير متضمن، وأنا أقول لك خذها من التقرير متضمن. اللوم نسهر في الحالة هاي بالضبط، اللوم لجنة الدوري المحترفين ولا اللوم الحكام ولا لنا أكثر من لا، هو شوف التقرير المراقب مباراة، تقرير المراقب مباراة هو يتبع اللجنة الدوري المحترفين، لكن ما أبغي أتحامل عليهم. أنا أقول لك نفس المراقبة وبنفس البروسس اللي صار ويا النصر والوصل، وراحت فيديوهات من اللجنة، كان من المفترض أنه يروح، يعني كنت أتمنى أنه يروح تقرير أيضا، أنه يروح تقرير مدعم بالفيديوهات. بتقول لنا اللجنة منو شكلها؟ كل حد يعرف منو شكلها. طيب أنا ما أعرف الصراحة. شوف نحن، أنا أقول لك خلنا بس كلمة في حق منصور، أنا أحييه أولا أنه يطلع بعد قرارات ويواجه الإعلام، وما نبغي ان احنا اليوم اي مسؤول او اي حد في اللجنه انه يعني لما يطلع اليوم ويواجه الاعلام ان يزعل اذا قلنا شيء. بالعكس انا عيبني، اي انا عيبني فيه ان تجاوبه، واريد بس اوصل رساله. يعني شوف اليوم اي مسؤول يطلع لا يعتقد ان نحن نبغي نطلع منه اقوى ومنه اضعف ومنه، او يعني انا مو في منافسه مع مسؤولين، يعني ما اريد ان اي حد يتحسس الصوت والنقد. ما فهمت عليه ولا حاب اعلق دائما وش موجود، لا هو ولا حبيت اني انا ادخل. ما يقصد انك اسات، لا اعتقد انه ما يقصد، بس يعني لكن انا سالته قلت له اللجنه القانونيه حسب معلوماتي ممكن تكون معلوماتي غلط، هو الصح، هو الاقرب للصح بحكم انه هو المسؤول واحنا اللي استعنا فيه انه يتكلم. لكن اذا هو في باله في شيء معين تجاهي انا ما اعرف، لكن انا لا انا تجاهل منصور ما في شيء، يعني كل خير وكل ودي كان ممتاز يعني، واشكره صراحه على مداخلته. ونحن بعد في النهايه ترى هذا واجبهم، صحيح، مثل ما هو واجبنا نحن. والمسؤول اللي يعتقد ان اتمام الواجبه يكون فقط في المكاتب والاعلان عن القرارات اللي يتخذها دون ان يملك الشجاعه لتفسيرها والاجابه عن أي اشتباه يكون حاضر فيها، أو توضيح صورة ربما تكون قد غابت عن الإعلام أو عن المتابع، فهو في النهاية مسؤول مقصر. صحيح. لا وشوف الشارع الرياضي غير مطلع باللوائح أغلب الناس، فأنت لما اليوم طلعت منصور طلعت ووضحت للناس ليش أنت عاقبت النصر، وكان في سؤال طبيعي أنه يطلع اليوم اللي سأل أخوي عمران أبو محمد أنه أو أنت سألت أن المباراة الثانية ليش ما فيها، مع أنه كان فيها بيان وكان فيها أحداث. فهذا ان اغلب الشارع الرياضي ما عنده المام باللوائح، يعني اليوم هو برا لجنه الانضباط اللي يشكر عليها. في ناس ظنت ان في كيل بالمكيالين من اللجنه نفسها واللجنه بريئه من هالشيء. نعم، ان كان الناس يتوقعون ان قرارات لجنه الانضباط تكون مزاجيه او على نادي على حساب نادي. أنا اشكر على توضيحها صراحه. انا بوضح نقطه اسامه في نفس السياق، لكن بعيد شوي عن لجنه الانضباط لكن داخل قراراتها. اليوم في ناس تتكلم على 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 قرار ايقاف خالد جلال مثلا، أن قرار الإيقاف
محدود او بسيط كرقم مباريات في مقابل ان الغرامه اعلى. بس بوضح معلومه في 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 مرتبطه بالقرار هذا. الانديه قبل عده مواسم 3 سنين ايه تكلمت وقالت ان قرار ايقاف اللاعبين يضر الانديه صح، ياثر في الانديه اكثر ما ياثر في اللاعب. يعني اقترحت ووافقت عليها الجمعية العمومية أن يكون في تباين بين الاثنين، زيادة في الغرامة وتقليل نسبة الإيقاف. هذا اللي خلى البعض يتكلم عن إيقاف خالد جلال حتى أعلى مثلا من بعض الأشياء المرورية كدية أو غيرها من الأمور. لكن هي قرارات اللي اتخذت الأندية هي اللي طلبت، والأندية بالفعل أقرتها ووافقت عليها، والأندية هي المعنية بحماية لاعبينها. طيب القرار الثاني اللي مرتبط، وهي نقطة خطيرة حاب أتكلم عنها، اللي هو مرتبط بجمهور نادي النصر، وأن النصر راح يلعب مبارتين من دون جماهير. يمكن اللي سبب المشكلة شخص أو شخصين أو ثلاثة أو حتى ما يتعدون الأربعة، وأنا بعطيهم المبرر أنهم فعلوا أو طلعوا عن طورهم أو ما كانوا في وضعهم السليم، ومع أن المبرر مش كافي ولا مقنع ولا واضح، لكن هم في النهاية شخص أو شخصين أو ثلاثة تسببوا في منع نسبة كبيرة من الجماهير أنها تحضر، أو حتى نسبة كبيرة من الأطفال أن يحضرون يشجعون فريقهم النصر أو حتى الفرق الثاني اللي راح تنافس النصر في المباراتين القادمة النصر. وهذا يدل أن فئة صغيرة ممكن تأثر في قرار نادي، فئة صغيرة من الجمهور ممكن تأثر في شكل نادي. ولو افترضنا أن النصر كان منافس على الدوري، ولو افترضنا النصر أنه كان محتاج الجمهور، ولو افترضنا النصر أن شعبيته الكبيرة أصلاً برا الملعب راح تبغى تحضر المباريات القادمة، لو افترضنا أن النصر راح يلعب ديربي مهم في المباراه الجايه، شو راح يكون شكل الدوري بحكم ان مشجع او اثنين خربوا شكل الدوري؟ على كلام الديربي ان تعرف القانون يسري على الفريقين، يعني المباراه كلها من غير جمهور كنا ممكن نحرم من شيء. ولكن شوف باختصار شديد، الادارات عليها ايضا مسؤوليه. اليوم انت تعرف منو اللي عاد، خذ حقك منه. طيب فاصل اخير مشاهدينا، من بعده نفتح اخر ملفاتنا في حلقه الليل. في الأسبوع 17 من دوري الخليج العربي، دبا الفجيرة ضد الوصل. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. بعد فوزه في مباراة الذهاب على أتلانتا بهدف دون رد، البيانكو نيري يستقبل كتيبة جاس بيريني ويسعى لتأكيد هيمنته على مسابقة كأس إيطاليا. فهل سيستغل زملاء بوفون تواجدهم على ملعب الأليانز ستاديوم لتأكيد فوز الذهاب؟ أم أن لأتلانتا رأي آخر في قمة المواجهات الإيطالية بين اليوفي وأتلانتا؟ في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. إمارة أبوظبي تستقبل الحدث العالمي الأهم هذا الشهر، 20 فريقا عالميا في سباق مع الزمن لمسافة أكثر من 600 كيلومتر ما بين معالم منطقة الظفرة، مدينة أبوظبي، وختاماً بالعالم. 5 مراحل من المنافسة والتحدي في ربوع الجمال. طواف أبوظبي على أبوظبي الرياضية.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اخر الملفات التي نفتحها في حلقه اليوم من ابو ظبي اليوم، نتحول فيها من المستطيلات الخضراء المفتوحه الى الصالات المغلقه ومنافسات الصالات التي كانت تحضر منذ انطلاقتها تحت رعايه المجلس الشارقه الرياضي الذي كان يتولى تسيير امور هذه الرياضه بكافه بطولاتها وتحدياتها المحليه وتجهيز منتخباتها الوطنيه. الفتره الاخيره شهدت نشاطا ومطالبه مجلس الشارقه الرياضي بان يتم زياده المخصصات التي يقدمها اتحاد كره القدم لدعم هذه الرياضه التي يتكفل مجلس الشارقه الرياضي بالسواد الاعظم من ميزانيتها. لجنة ثلاثية شكلت وبعد ذلك تم تقديم المطالبات وإلى الآن الرد ما زال لم يصل إلى مجلس الشارقة. هذا الأمر كيف ستكون ردة فعله على مستقبل هذه المنافسة وكيف سيكون أو ستكون ردة الفعل الحاضرة من جانب مجلس الشارقة الرياضي فيما يتعلق بهذا الأمر؟ نستوضح أكثر مع الأستاذ عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز. مساكم الله بالخير، مرحبا بك أنت وضيوف الكرام. مرحبا الساعة. طلبت من اللجنة الثلاثية ومن اتحاد كرة القدم زيادة المخصصات التي يقدمها لتحديات الصالات أو لكرة الصالات، ماذا كان الرد أستاذ عبد العزيز؟ لا طبعا نحن في البداية خلينا نكون واقعيين في عملية طرح وتسلسل التطور في مجال كرة الصالات. طبعا نحن أمانة لا يوجد أي خلاف أو أي إشكالية مع الاتحاد الحالي. يعني كان عندنا خلاف سابق مع الاتحاد السابق حول ضرورة أن هذه الرياضة تتطور وتوصل للهدف اللي نسعى له والانضمام في الاتحاد الآسيوي والمشاركة، لأن الاتحاد السابق كان ينظر لهذه الرياضة مجرد تسلية مجرد تسلية في الوقت. ووجود سعادة مروان والأعضائه كان هناك اجتماعات كثيرة بعملية تطوير هذه الرياضة، إلا أن الفترة الأخيرة بعد مشاركتنا في تايلاند كان هناك تصريح غريب من سعادة الأمين العام إبراهيم عبد الملك أمل فيه المجلس، أو نقدر نقول اتهم المجلس بعدم كفاءته لإدارة النشاط هذا أو إدارته. فكانت عندنا نحن ردة فعل في الجانب هذا، ان نحن اليوم نتحمل نفقات النشاط هذا فوق ال 11 13 مليون سنويا فيها. فبالتالي دورنا قائم على ان هذا النشاط نتابع تطوره من بدايه لحد اليوم ما وصل وهو منتظم الحمد لله رب العالمين. الفرق اللي فيها مشاركه وتنافس ونتائج والحمد لله ونقل تلفزيوني ومتواجد بشكل مستمر في الاعلام. فارتئينا بعد ذلك ان ناقشنا طبعا اليوم لما سعاده الامين العام هو بصفته مسؤول عن نشاط الرياضه وليس من الشارع الرياضي، فبالتالي يجب ان ناخذ كلامه نحمل الجد ونعيد نفسنا ونقيم نفسنا هل نحن غير على قدر وجديه نحن ندير هذا النشاط. فشكلنا لجنه داخليه وناقشنا العقد الاتفاق اللي بينه وبين الاتحاد وناقشنا النتائج. ارتئينا ان ضروري ان اذا كنا نحن فعلا يعني اذا كان الشارع الرياضي او الحكومه المعنيه بهيئه الرياضه والشباب ترى ان هذه اللعبه يجب ان تكون بمستوى عالي وهناك يكون تمثيل للتنافس على المستوى الاسيوي، فبالتالي الواقع حيكون مختلف وجهته حيكون مختلف. هي بس انتم اللي اخذتوا على عاتقكم من البدايه مسؤوليه كره الصالات اخوي عبد العزيز. اي طبعا فنحن لم نقصر فيها، لكن اليوم لما تي تبغى نتائج وتبغى تنافس خارجي اختلف الجهد والعمل والمال. بس انت احتلالك المركز الاخير في البطوله اللي شاركت فيها ما يجعل الناس يعني توصل في النهايه، يعني ما يخليك تتوقع ان الناس بتشكرك، اكيد الناس بتنتقدك. انتقد الاتحاد لا ينتقد لي. لا لا بس انت اللي مسؤول. لا لا عفوا 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 انا مسؤول على اداره نشاط وعمل دوري ونشر اللعبه، وليس عني اني مسؤول اني اجيب نتائج للدوله. تفويض 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 واضح لنا في العمليه هذه فيها.
على ضوء هذا الكلام صار مراسلات مع الاتحاد أن إذا كنتوا عندكم النية في عملية تطوير هذه الرياضة ووصول لمحل التنافسي فضرورنا الاتفاق هذا يصير عملية دراسته وتغيير بنوده وكذلك تغيير التكاليف المالية بحيث أن طبعا التكاليف اللي طلبت هي نوعين من التكاليف أن الاتحاد يتكفل بالمنتخب ويشكل له لجنة ويديره حال لجنة المنتخبات فيها لأن أمانة لا يعقل أن المجلس الرياضي يشكل لجنة المنتخبات ويروح يمثل الدولة ويشارك وعملية مختلفة تماما من الجهد يعني إيه بس أنت الجانب الفني أنتوا كنتوا متولين جزء كبير من هنا الإشكالية طيب الموجودة. أنتوا البنود اللي بغيتوا تغيرونها أن الاتحاد هو اللي يتحمل مسؤولية المنتخبات؟ أي نعم الاتحاد هو اللي يتحمل مسؤولية المنتخبات ونحن على أساس نرتقي باللعب وهذا بعد ذلك نكون مصدرين لاعبين جيدين هنطلق دوري لفئة الشباب وهنطلق دوري للمدارس تحت 12 سنة اي بس انتم في الوقت نفسه يعني انا اللي اعرفه ان الحين حتى في ظل تجهيز منتخب شباب حق المشاركه في تصفيات كاس اسيا طبعا لاننا لا يعقل نوقف الحياه اي بس انت اليوم انت شريكي في العمل صح؟ صحيح مش معناته اني انا جالس اناقشك في عمليه تجديد الاتفاقيه والبنود اي اروح اسكر البيبان واسكر الملاعب وانتظرك ترى تعرف طيب في لجنه ثلاثيه شكلها الاتحاد ل اي نعم في لجنه شكلها من قبلهم وفي لجنه مؤقته من قبلنا طيب لا في فرق الحين هو يقول في لجنه من قبلهم ولجنه من قبلكم اللجنتين او مو بنفس الاشخاص؟ لا لجنه خاص فيها برئاسه حسن عبد الوهاب وعضويه هشام الزرعوني والحكم الدولي السابق او الحالي كان خميس خميس الشامسي هاي كان معاهم شخص محاسب عبد العزيز ما في لجنه مشتركه تناقش الوضع لا لا, لا 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 انا قلت لك في لجنه شكلت لمناقشه الوضع ما في لجنه مشتركه الامين العام مع اللجنه المؤقته اللي تدير المسابقه وتدير اللجنه والمقابل هم شكلين لجنة لمراجعة الاتفاقية والوصول لاتفاق مالي وتحمل مسؤولية المنتخب. طيب هذه اللجنة شو ردت عليكم اللي هي تمثل الاتحاد؟ أنا اللجنة طلبت استفسار شو الطلبات منها نطلبها وطلبت حساب المصروفات موسم 2017 سحبنا لهم مياه برنت لأن عندنا حساب منفصل لهم وسلم لهم هم ناقشوا الموضوع يفترض انهم كانوا يوم السبت كان عندهم اجتماع على الكلام الاخ ابراهيم النمر كان من ضمن جدوله اجتماعهم يوم السبت كانت ان في بند خاص في الاتفاقيه ومتطلبات اللجنتين مع بعض لكن لين الحين ما يعنى اي اتصال او كتاب رسمي من قبلهم بس انتم شو اللي استشعرتوه منهم ان هل الاتحاد عنده القابليه ان طبعا يتولى مسؤوليه المنتخبات لا الاتحاد كان ايجابي في دروسه ايجابي في طرحه ايجابي يعني وشكر على تحمل المسؤوليه خلال الفتره اللي طافت وامانه قال فعلا اذا كنا نحن نرتقي لعمليه ان نصل للتنافسي يجب ان يكون هناك عمل اخر مشترك وعمل بنظام وعقد مختلف تماما عما هو موجود عليه. يعني المجلس يسعى الى ان يعفي نفسه من مسؤوليه المنتخبات ويركز فقط على الجانب التنظيمي للبطولات المحليه. طبعا لان شكل ما قلت لك يحتاج كادر ويحتاج موازنه ماليه ويحتاج خطه عمل مختلفه تماما عن اللجنه اللي تدير المسابقات، يعني انت اليوم انت تتكلم في الاتحاد اليوم، انت عندك لجنه مسابقات ولجنه منتخبات صح ولا؟ طيب في الاتحاد نفسه يعني فبالتالي كيف مجلس اداره الرياضه يروح يشكل له لجنه منتخبات داخليه خاصه فيه ولجنه لا ما عندنا الصفه القانونيه لهالموضوع هذا يعني. ايه بس العاده اللي صارت او حتى يعني اذا كانت في الصالات مع مجلس الشارجه الشاطئيه مع مجلس دبي او حتى النسائيه مع مجلس ابو ظبي ان الباكج كله يكون عند المجلس. لا يعني حبيبي المنتخبات يعني وانتم هذا اللي سويتوه في الفتره الماضيه ولين الحين تسوونه يعني مع منتخب الشباب. ايوه ولذلك امانه ما كان هناك جهد حقيقي
يحافظ على سمعه الامارات منكم انتم من كل من الطرفين. انت اليوم لما تشكل فريق وانت تشارك ما تجيب لي قبل اسبوع وتركب الطيار وتروح تشارك، لا يحتاج عمل، يحتاج عمل وجهد. احترامي لكل الناس اللي كانت تقوم بهذا العمل. يعني اليوم انت راح تمثل دوله مش راح تمثل بطوله تنشيطية وغيرك حاجة. يعني كل هذا بدأ بعد تصريح إبراهيم عبد الملك لم يلعب. إبراهيم تصريح إبراهيم عبد الملك، إبراهيم عبد الملك كونه كمسؤول الحكومة بمنصبه، أنا أرتئي له أن هذا تقييم حقيقي من وجهة نظره، لأن إبراهيم مش من الشارع الرياضي. إبراهيم في منصبه يتقيم من خلال منصبه وعمله فيها. فبالتالي تم مراجعة، تم مراجعة التجهيزات، تم مراجعة خطط العمل والمعسكرات وغيره وكل حاجة، فارتئينا أن هذه مسؤولية كبيرة مجلس الرياضة يتحملها وإدارتها. طيب الأستاذ عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارجة الرياضي، شكرا جزيلا على مداخلتك وتوضيحك لرغبة المجلس، مجلس الشارقة الرياضي. خارج المجلس وتم تأسيسه وإدارته وتدريب كافة السبل في عملية التنظيمية والمستوى أفضل إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك. أنا بس يمكن لأن الصوت ما كان واضح، لكن المجلس مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز قام بإنشاء مقر خاص بلجنة كرة الصالات اللي رأسها العزيز محسن مصبح، واللي يعملون على تجهيز منتخب للشباب، على الرغم من أن مجلس الشارجة الرياضي يريد أن يخلي مسؤوليته من ملف المنتخبات. أتفق معهم في النقطة هاي أسامة، يعني خاصة أن تمثيل الخارجي يتمثل فيه بروتوكول اتحاد الكرة ويتمثل فيه الاتحاد المعترف فيه على مستوى الاتحاد الدولي والأعضاء اللي موجودين أصلا كأعضاء رسميين في موقع الاتحاد الدولي. فعفوا صح، ما كان من المفترض ان تمثيل الخارجي او وضع خطه للمنتخبات او اختيار مدرب او غيرها من الامور اللي مرتبطه بالمنتخبات الوطنيه والمشاركه الخارجيه على مستوى المنتخبات ما يكون فيها اتحاد الكره موجود. يعني انا اتفق مع ان تنظيم المنتخبات او تنظيم المسابقات في اللعبات الثلاث شاطئيه ونسائيه والصالات اعتناط للمجالس الرياضيه، وخاصه ان عندها اهتمام فيها وخاصه راح تخفف جزء من اللعب، لكن المنتخبات الوطنيه والمشاركات الخارجيه والمخاطبات الخارجيه وكل الامور اللي مرتبطه بالمنتخبات والامور اللي مرتبطه بالعلاقات الخارجيه من المفترض ان تكون تحت مسؤوليه الاتحاد. اتفق مع اخوي عمران اولا، لكن شوف في النهايه اول شيء المجالس تشكر على انها تعاونت مع اتحاد الكره في الاتفاقيه السابقه بانها تاخذ عبء او جزء من التكاليف وتهتم في هذه البطولات، ولكن هذا لا يخلي مسؤوليه الاتحاد من انه هو الاتحاد المنتخب والمسؤول على اي شيء يمثل او اي حدث يمثل الامارات، حتى لو كان عن طريق المجالس يتم التنسيق معها مباشرة. يعني أنت تدعو أن يحذو مجلسي دبي وأبو ظبي فيما يتعلق بمنتخب الشاطئية ومنتخب السيدات، حذو مجلس الشارجة؟ أنا أدعو الاتحاد أنه يشوف وين مسؤولياته ويقوم بها. شكرا لك. شكرا لك. نحن وصلنا إلى ختام مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، أشكر سهيل العريفي وعمران محمد، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم أنتم مشاهدينا أيضا على المتابعة. غدا نواصل معكم رحلتنا في أبوظبي اليوم وملفات أخرى تعنى بشأن الرياضة الإماراتية. في أمان الله.